مشاهدينا محبي الرياضة وصلنا لشوط إضافي. صار وقت نقول لوسيم مساء الخير. وسيم كانوا عم بيغششوني عم بيسألوا نتيجة المباراة فأنا ما رح أقولها مشانك، بس حسيت إنه باسكت تحولت القصة من فوتبول لباسكت على هون النتيجة تقريبا. يا رامي مساء الخير إليك ولا أيهم. حقيقة المباراة يعني اللي راحت عليه مشاهدة هالمباراة من أمتع مباريات المونديال إلى حد الآن، 7 أهداف في مباراة بالدور الثاني، طبعا هو دور خروج المغلوب بين الأرجنتين وفرنسا، راحت عليكم بتشوفوها بالإعادة. خلينا نتابع آخر التفاصيل الرياضية بخصوص كأس العالم. مساء الخير مشاهدينا. فرنسا إلى الدور ربع النهائي والأرجنتين تودع المونديال بعد مباراة تاريخية من جانب الفريقين ستبقى في الأذهان لسنوات طويلة، حيث نجح المنتخب الفرنسي في تخطي عقبة نظيره الأرجنتيني بالفوز عليه 4-3 في افتتاح منافسات الدورة 16 لبطولة كأس العالم على ملعب كازان أرينا. سجل رباعية فرنسا أنطوان غرينزمان وبنيامين بافارد وكيليان مبامبي هدفين مقابل ثلاثية للأرجنتين سجلها أنخيل دي ماريا وغابرييل ميركادو وسيرخيو أغويرو. وتأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية منتظرا الفائز من مواجهة أوروغواي والبرتغال، فيما ضاع حلم ليونيل ميسي بالتتويج بلقب المونديال خلال مشاركته 4 في العرس العالمي. سريعا اخترنا بعض ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي، نبدا من تغريده للاعلامي علي سعيد الكعبي قال فيها: قليله هي اكتشافات مونديال روسيا، ابرزهم لا شك مبامبي في سن 19 سنه، وبهذه الشخصيه والتاثير والموهبه نحن امام ظاهره كرويه قادمه بامتياز. أيضا تغريدة أخرى للإعلامي السوري أيمن جادة غرد حول تشكيلة منتخب الأرجنتين وقال: أغويرو، ديبالا، هيغوايين على الخط وإيكاردي خارج الفريق، بمعنى اعتماد كلي على ميسي بمساندة من دي ماريا وبانيغا. هل هذه هي خطة سان باولي بحسب أيمن جادة؟ عبد الرحمن غرد: خروج متوقع للتانجو، منتخب فرنسا استخدم كل نجومه بشكل صحيح، بينما منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه سان باولي كان عاجز تماما عن استخدام كل نجومه. البداية كانت بعدم استدعاء إيكاردي ولغاية الاستعانة في ديبالا. تغريدة أخرى من شعيب كتب فيها: مبروك فرنسا، فريق قوي، ميسي مظلوم مع أسوأ المدربين في تاريخ الأرجنتين الحالي، هذه الكرة فوز وخسارة، فرنسا الأقرب للقب، تمنياتي لهم بمشوار ناجح دون ظلم تحكيمي. أيضا تغريدة أخيرة حول هذه المباراة من ماجد الذي كتب: فرنسا قادرة على الفوز، فرنسا تتفوق على الأرجنتين في كل المراكز، التانجو عنده فرصة وحيدة من أجل الفوز، أن يكون ميسي في يومه، ولم يكن ميسي في يومه طبعا، وخسرت الأرجنتين ب3 أهداف مقابل 4 أهداف للمنتخب الفرنسي. راح نظل أيضا مع أجواء هذه المباراة، ولكن نجمها الأول اللاعب الشاب كيليان مبامبي. ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان أعلن تبرعه بكل مكافآته مع منتخب بلاده في كأس العالم لفائدة الأعمال الخيرية. وقرر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في خطوة إنسانية تبرع بأجره عن كل مباراة يخوضها، والبالغ حوالي 20,000 يورو لجمعية خيرية تهتم بالأنشطة الرياضية للأطفال ذوي الإعاقة. يشار إلى أن مبامبي أصبح أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفا في كأس العالم أو أي بطولة كبرى، عندما سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام البيرو في منافسات دور المجموعات، وأيضا سجل اليوم وهو كان العامل الرئيس في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني.
إلى مباراة سهرة اليوم، حدد مدرب أوروغواي أوسكار تاباريز الاستراتيجية التي سيواجه فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عندما يلتقي المنتخبان مساء السبت في سوتشي ضمن ثمن نهائي المونديال. وأشار تاباريز إلى أن على فريقه إيجاد الحلول الجماعية من أجل الحد من تأثير رونالدو ثاني هدافي المونديال بأربعة أهداف في ثلاث مباريات. وعن وضع المدافع خوسيه ماريا خيمينيز الذي غاب عن اللقاء الأخير ضد روسيا بسبب الإصابة، أكد تاباريز أن جميع اللاعبين في الأوروغواي تحت تصرفه وهم جاهزون على جميع المستويات، وليس فقط من الناحية الطبية والبدنية ولكن أيضا من الناحية الذهنية. من جانبه أكد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على صعوبة مواجهة مباراته منتخب بلاده أمام نظيره الأوروغواي، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها سانتوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن فريقه يعلم جيدا مواطن القوة والضعف في الخصم، مضيفا أن أوروغواي لم تستقبل أهداف حتى الآن لكن تمت مراقبتهم عن كثب خلال اللقاءات السابقة. سانتوس أضاف بأن لدى أوروغواي عناصر قوية للغاية لكنه مؤمن بفوز منتخب بلاده. اخترنا لكم بعض التعليقات والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه المباراة المرتقبة، القمة الثانية لليوم. اللاعب الليبي طارق التايب غرد حول مباريات الدورة الثانية بشكل عام: اليوم يبدأ كأس العالم، عندي أنا مرحلة خروج المغلوب بدون أي حسابات، إن شاء الله نستمتع بمباريات قوية، فرنسا والأرجنتين، البرتغال وأوروغواي. بالفعل كانت مباراة جدا قوية بين الأرجنتين وفرنسا. تغريدة أخرى تركي كتب على تويتر أيضا: الأسطورة رونالدو واجه حارس المنتخب الأوروغواياني موسليرا ثلاث مرات، سجل في مرماه 6 أهداف. أسامة عم يحكي عن توقعات الدور المقبل وقال: إذا فاز منتخب الأرجنتين على فرنسا وإذا فاز منتخب البرتغال على أوروغواي سيتقابلان رونالدو وميسي، وفنيا فرنسا والأوروغواي أفضل من الأرجنتين والبرتغال، ولكن وجود أفضل لاعبين في العالم مع فريق ممكن تجعل الكفة متساوية، ولكن توقعات هذه التغريدة لم تكن صائبة. بعيدا عن مباريات اليوم، قال لاعب منتخب ألمانيا مسعود أوزيل إن خروج منتخب الماكينات من الدور الأول لمونديال 2018 تسبب له بألم كبير ويحتاج إلى بعض الوقت لتجاوز الصدمة. وكتب لاعب وسط أرسنال في حسابه على تويتر: بعد 3 أيام من خروج الألمان من الدور الأول إثر خسارتهم أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بأن نجبر على ترك كأس العالم بعد دور المجموعات يؤلمنا كثيرا، ببساطة لم نكن جيدين. وواصل قائلا: أحتاج إلى بعض الوقت من أجل تجاوز ما حصل، مضيفا إلى تغريدته واسم لا للعنصرية. قال المسؤول عن التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ماسيمو بوساكا أنه بعد 48 مباراة خلال مونديال 2018 لم تقع فضيحة تحكيمية واحدة. واحتفل مسؤولو التحكيم في الفيفا بما وصفوها بأنها كأس عالم خالية من الفضائح، قائلين أن نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3% في دور المجموعات. وقال الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا أن 95% من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة وأن النسبة ارتفعت بفضل حكم الفيديو المساعد، مضيفا أنه جرى مراجعة 335 قرارا في مباريات دور المجموعات علاوة على 17 قرارا جرى فيها الاستعانة بحكم الفيديو المساعد. في لقاءات الغد تلعب في الساعة 5 روسيا صاحبة الأرض مع إسبانيا في مباراة قوية، ومباراة السهرة ستجمع المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة الرابعة بنظيره الدنماركية في تمام الساعة 9 بتوقيت دمشق.
لهون بينتهى شوط إضافي لليوم وبانتظار مباراة القمة الأخرى بين البرتغال وأوروغواي، وماذا سيفعل كريستيانو رونالدو ولويس سواريز في سهرة اليوم؟ إلى يارا وأيهم. أحبطتنا يا وسيم، يعني نتيجة خيالية. أنا لما عم تقول مباراة قوية توقعت أنه يكون في هيك إثارة أكثر، مثلاً 1-0 تكون النتيجة، بس 3-4 يعني نتيجة خارقة. تقدم الفرنسيين أول شيء بهدف أنطوان غريزمان بعد ضرب جزاء احتسبت لصالح كيليان مبامبي، بعدين عدلت الأرجنتين قبل يعني نهاية الشوط الأول. بالشوط الثاني تقدمت الأرجنتين مرة ثانية، ولكن رجعت للأسف عادلت وتقدمت لحتى صارت النتيجة 4-2. وقبل نهاية المباراة بحوالي يعني دقائق معدودة سجل سيرخيو أغويرو اللي لعبه مدرب منتخب الأرجنتين قبل 5 دقائق من نهاية المباراة. مؤلم النتيجة. هو كل ما كان في جوال أكثر كل ما كان في متعة أكثر. أكيد هي مؤلمة للأرجنتينيين، ولكن يعني سعيدة للفرنسيين. هلا حكينا قبل بحلقات سابقة من لم شمل قديش المدرب بيكون له دور حقيقي بهذا الموضوع، يعني بنعرف قديش تشكيلة الأرجنتين ما سهلة، فيمكن المدرب أوقات فعلا بيكون سبب من أسباب نجاح الفريق أو تراجعه. وكان منتخب الأرجنتين يعني رجع بالمباراة وتسجل سيرخيو أغويرو الهدف الثالث، وصار في فرصة للأرجنتين بآخر دقيقة أو دقيقتين بالمباراة، ولكن ما نجحوا الأرجنتينيين بتسجيل هدف التعادل ويعني تحويل المباراة إلى وقتين إضافيين. للأسف يعني فعلا مثل ما نشروا أغلب رواد السوشيال ميديا أنه مثل الكابتن ماجد والكابتن رابح ما حدا هيك جبر بخاطرنا. وميسي يعني للمرة الرابعة خلال مشاركاته بالمونديال ما راح يتمكن من الفوز بكأس العالم. مونديال البرازيل التقى منتخب الأرجنتين مع منتخب ألمانيا بالنهائي، ولكن أيضا خسر منتخب الأرجنتين بالنهائي. يمكن هذا آخر مونديال للنجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي صاحب 31 عام. صح، راحت عليك. شكرا لك وسيم، أكيد راح نكون ناطرين أخبارك دائما. هلأ راح نروح مع مشاهدينا لفاصل وبعده منتابع بالفقرة الأخيرة بلم الشمل.